السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين دي كازيل. فيديو اليوم غندير بكم دويره في مدينه تيزديت، وكذلك غادي نمشيو نشوفوا مهرجان ديال البراعين اللي تتنظم حاليا في هذه المدينه هذه. تبارك الله الشتاء صبت عندنا حتى حنايا خضارات يبيعوا باغتو باغتو، كاينين هادو قدام كلشي كلشي جوامع كاينين قدامهم حاجه طبيعيه. ها هو هاد مهرجان، ما عرفتش انا علاش مديرين حتى هنايا، هنا ديال النقره. يا مديرين احواش هذا هنايا اللي كنشنا دابا هو الاولاني، هذا ديال النقره، وحنا غاديين دابا سميتو هذا ديال المراعي ديال فيه حيوانات وفيه وين بغيت نوريكم هذا المنظر هذا ديال هذا الجمال هذا جابهم حطهم هنايا زعما تيبريزونتي الثقافه الصحراويه ديال هذه المنطقه هذه. ما كنتش انتريسي به بزاف، ولاني اللي غاديين نمشيو نشوفو حتى حنايا ونديكم معايا. هذا هو المسجد، وريتو لكم من لهي ومن هاد الجهه ها هو كيفاش داير. هذا المسجد هذا هو اكبر مسجد كاين في المدينه، كذلك التمركز ديالو جا في وسط المدينه قريب للعماله قريب للسونتر ديال لافيل، وفي الساحه ديالو تتواجد هاد النافوره الرائعه كما تتشوفوا المنظر ديالها زوين. هذا السور ديال تيزنيت، تيزنيت بلاد النقره والارقاد. سبحان الله. صراحه حنا ماشي الناس ديال تيزنيت، ولكن عجبتنا بزاف بزاف، انا تعجبني مدينه تيزنيت وخلاص حسيت بقيمتها ملي خرجت منها. ملي تزوجت ومشيت لمدينه هواره هو فين عرفت بالقيمه ديال تيزنيت، رائعه بزاف وناسها مزيانين، فيها كل شيء الكالم اللي تيقلب عليه اي واحد. البحر قريب لك، البحر قريب لك على جوج ديال البحور، ماشي غير بحر واحد، عندك بحر ديال اكرو والبحر ديال ميرلفت، وكاين بزاف ديال لي بلاج سوفاج هنايا. 10 ديال الدقائق كتوصلي للبحر. 10 دقائق صافي انت في البحر. زوينه زوينه بزاف، كاين فيها الحوت، الحوت عاوتاني كاينه ايفني قريب الحوت هنايا، غندير لكم فلوق على الحوت حتى هويا. مشينا ان شاء الله لايفني غندير لكم واحد الفلوق فيها. هنايا هادي هي الدخلة ديال تيزنيت، هادي طريقة كادير دابا إلا كنتو جاية من طريقة كادير، هي هادي الدخلة، كاينة هاد الجردة هادي زوينة هنايا، وهنا كاينة السهرة. وهنايا غادي نحاول باش ندير لكم دوره في هذا المهرجان ديال المراعي اللي هذه الدوره الثانيه ديالو، هو تيتنظم هنا في مدينه تيزنيت. غنتلاقاو في هذا المهرجان هذه بزاف ديال الاشياء اللي تتبريزونتي الثقافه ديال هذه المدينه هذه، كل ما يخص الفلاحه حاولوا باش انهم يقربوها بحال هذه المسائل هذه. غادي نحاول باش ندير لكم دويره فيه كامله، كل حاجه نوريها لكم بحال راكم كنتو فيه زعما. وهنا غادي نلقاو واحد القطيع من الغنم ومن الماعز اللي عازلينهم على حسب الاسم ديال السيد اللي كان مكلف بهم ولا صاحب هاد الغنم هذا. هادي كما تتشوفوا من ناحية ديال الغنم ومن ناحية ديال المواشي ماشي شي حاجة كثيرة، لا ما عندهمش، هاد عندهم الماعز بزاف، عندو اللحم ديالو هو تيكون لحم صحي حيت تيتغدى على الضغموس وعلى الأشجار اللي تتكون في الجبل أركان وغيرها. هما بالنسبة للغنم ما تيكونش شي حاجة زوينة بحال الناس ديال الداخل اللي معروفين بالسردي وغيره. انتي رقيه الحجه.
وهنايا داروا خيام بحال الخيام ديال الناس ديال الصحراء، فيهم عده اواني اللي تيستعملوهم الناس الصحراويين، كذلك عده لوحات تشكيليه اللي تيرسموهم هاد الناس ديال الصحراء تتبريزونتي هاد الثقافه هادي هي ديال هاد الرحل اللي تيكونوا في هاد المنطقه هادي والنواحي ديالها. كذلك تشوفوا هنايا معان، تشوفوا هنايا مانكان لابسين داك اللباس الصحراوي ديال المدينه، ها الفراش ديالهم كما تنعرفوا هما الناس ديال الرحل تيفرشوا بحال ما هكا في الارض. زوين زعما دايرين بريزونطاسيون كامله على هاد الرحل هذا كيفاش تيعيشوا في هاد المنطقه هادي. وهنا في واحد القاعه مغطاه كبيره قسموها على جوج ديال الجهات، الجهه الاولى كما تتشوفوا هنايا داروا فيها واحد البريزونطاسيون ديال جميع الشجيرات اللي معروفه بهم هذه المنطقه هذه، كما تتشوفوا راه مساحه شويه كبيره وكل الشجيرات اللي معروفه بهذه المنطقه هذه ديال الجنوب بحال الصبار بحال ارقام. حاطين داكشي اللي معروفه به هاد المنطقه هادي. شنو اشبار اشبار ربطو اشبارطو الارغان الارغان يا الارغان جيره ديال الارغان. وفي الجهه الثانيه داروا بحال ما هكايا واحد المعرض اللي تعرضوا فيه بزاف ديال الجمعيات ولا بزاف ديال الباعه المنتوجات ديالهم، منتوجات تقليديه كاين فيها منتوجات صحراويه بحال النيله ها وبحال داك الدروه ديال الجمل وغيرها، وكاين منتوجات اللي معروفه في هذه المنطقه هذه ديال سوس بحال الارغان بحال الزيوت بحال ما هذه المسائل هذه. كذلك كاين الكحول كاين العسل كاين بزاف ديال المنتوجات، زعما صراحه معرض زوين يستحق انه هو يتشاف من ناحيه الفلاحيه من ناحيه امام النووي واشي اما من الاشجار اللي تلموا في هذه المنطقه، وكذلك من الناحيه الثقافيه ديال الاشياء اللي تتباع او اللي معروفه بهذه المنطقه هذه ديال سوس او ديال هذا الجنوب بحال ارغان بحال التمور بحال بحال ما هكا الزيوت ولا العسل، المهم جميع هذه الاشياء هذه اللي تتكون معروفه بهذه المنطقه هذه ديال الجنوب حاولوا باش يجيبوها امل وكذلك. مهم لقينا بزاف ديال الحويجات زوينين في هذا المعرض هذا. دي رابعه ولا شي؟ اه دي كتهضر هذا الزعتر. اه كاين ديال الزعتر كاين ديال الكمون هذاك هذا ديال الشوكولا كاين ديال الموز بيرا 75 شو كافي قولي لي هذا شنو هو ديال الشوكولا ديال الارغان كي جاك ماما زوين مرحبا واش جديد انت مصايب جديد يا ماشي حنا اللي كنشوفوا واحد الجمعيه
لا لا شحال داير شحال دايره هاد القريه حيت كيقولوا لك وكاين اللي حار ولا لا لا الحار ما عندناش حيت كيقولوا لك ها العاده سبحان الله ما فراسيش انا هذه المعلومه ايوا تكون فراسك ايوا حنا خدينا من عندك درنا الباروك بعدا كاين من عندك هذه الصويبرات ديال الاركان ديالش فين هو شحال داير هذا؟ وهذا الصابون هذا؟ نيلة 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 هذه الدروة دروة دروة نيت الزيت هذا درتو هنا وكاينه اون اوتر بارتي في هاد القاعه المغطاه مدايرين فيها بحال ما هكايا بريزونطاسيون ديال الاشياء ولا الادوات اللي تتستعمل في الفلاحه بحال كما تشوفوا دايرين ديزافيش معرفين كلشي الفلاحه ديال هاد المنطقه هادي التموقع ديالها كذلك بعض المنتوجات اللي تتستعمل في الري المهم كان واحد المعرض اللي هو جد متنوع تتلقاي في هاد لابارتي فيه كل ما يتعلق بالري والفلاحه بالسماد دابا هنا دايرين ليه داك سميتو باش ينبت اه شي هو اللي درناه حنايا سبحان الله شحال زوين تيعجبني انا بزاف هو هنا ناض بزاف شويه ناض وهنايا تنشارك معكم هاد لافيش هادي اللي فيها كلشي الفنانين اللي غادي يحييو سهرات لمده جو خوا ديال 3 ايام اون فاس مع هاد المعرض هذا هنايا بلاصه ديال السهره ما يسيري تيقادو فيها اون فاس مع المهرجان هو المهرجان ديال المراعي واون فاس السهره وكان معرض منظم يليق بهاد المدينه هادي منطقه وباش معروفه وكل منطقه والمميزات ديالها انا مدينه تيزنيت تنحماق عليها تتعجبني بزاف بكل ما ليها ها بكل ما فيها واخا الاصل ديالي ماشي من هنا ولكن تيزنيت هي المسقط الراس ديالي وفي هاد الفلوق هذا ما درتش لكم فيها بزاف معروفه كذلك تيزنيت بالنقره بارطاجيت معكم غير شويه منها نتمنى ان هاد الفيديو تنال اعجابكم ونخليكم في امان الله على بروشين فيديو ان شاء الله السلام عليكم